على اخر الاجواء قبل بدايه المباراه مباشره. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، برحب بيك طبعا وكل التحيه طبعا لكابتننا في الاستوديو النجوم في الاستوديو التحليلي. الحقيقه الشكل العام رائع جدا يا كابتن ايمن في استاد القاهره، تنظيم على اعلى مستوى، جمهور النادي الاهلي الحقيقه متواجد بكثافه. 5000 لسه ما كملوش ال 5000، لكن نقدر نقول وصلوا حتى هذه اللحظه ل 3500 مشجع اهلاوي. يمكن وانا بكلمك كابتن ايمن سامع الهتاف والتشجيع اللي بدا من البدايه الحقيقه، من اول ما شفنا طبعا بيتو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي تفقد ارضيه استاد القاهره. الحقيقه ارض القاهره ارض ممتازه طبعا، لكن الراجل على طول بيحاول ان هو اي ملعب بيكون متواجد فيه حتى استاد الاهلي والسلام بيتفقد ارضيه الملعب، بيدوس على ارضيه الملعب لف بشكل كبير جدا، اطمئن على ارضيه الملعب. وعلى الجانب الاخر كمان يمكن كل لاعبي صن داونز فور وصولهم الى استاد القاهره نزلوا على استاد القاهره حاولوا ان هم ايضا كمان يشوفوا ارضيه الملعب. الاجواء ممتازه جدا ورائعه جدا، كمان يمكن كان في لفته طيبه جدا يا كابتن ايمن، وهو الكابتن محمود الخطيب اللي وصل الى طبعا استاد القاهره وتوجه مباشره الى غرف قلع ملابس فريق النادي الاهلي. بالتاكيد كان في بعض الكلمات التحفيزيه، بعض طبعا الامور المعتاده عن كابتن محمود الخطيب، لان الجمهور دوره كبير جدا النهارده. يا رب ان شاء الله التحضيرات تكون على اعلى مستوى زي ما تابعناها الايام الماضيه مع فيكتور موسيماني. ايضا كمان لاعبتنا النهارده حالتهم تكون ممتازه، ندخل في المباراه سريعا، مباراه صعبه وتحدي كبير جدا، لكن الحقيقه كابتن ايمن في ظل وجود الجمهور اللي سره النهارده ان شاء الله يكون كبير جدا في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. اللعيبه نزلوا للتسخين ولا لسه يا كريم؟ يمكن في اللحظات هو الشناوي الاول طبعا هو اللي يمكن خد النصيب الكبير من التسخين. طبعا هو الشناوي لسه دلوقتي وعلي لطفي ومصطفى صبير، لكن لسه لعيبه النادي الاهلي في طريقها للنزول الملعب لاجراء الاحماء. يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد على جمهور النادي الاهلي وعلى مجلس الاداره وعليكم كمان يا كابتن ايمن، ان شاء الله باذن الله يا رب مع لعيبه النادي الاهلي نقدر نتخطى هذه المباراه الصعبه. ولكن الحاله المعنويه عاليه عند اللعيبه قبل المباراه ان شاء الله. بالتاكيد يا كابتن ايمن، واضح وصول الاقامه واضح الوجود، يا رب ان شاء الله نكمل على خير ونعدي هذه المباراه ان شاء الله، ونبارك لبعض بعد الماتش يا كريم ان شاء الله، ودايما وشك حلو علينا ان شاء الله يا كابتن ايمن. شكرا. العفو يا عبد العفو. كابتن عادل، في ضوء التشكيل اللي